لاحظت هذا التدافع الحشود والمتابعة بالنسبة للمنتجات الجديدة من أبل وأيضا غيرها؟ يعني يأتي سؤال يعني مثير للاهتمام، هل التكنولوجيا ما تزال تفاجئنا؟ يعني لماذا فعلا، أم أن الإعلام هو الذي يروج لهذه المفاجآت؟ يعني ألم يعتد الناس على الكثير من الأجهزة التي هي بين أيديهم ولديها الكثير من التطبيقات؟ لماذا يريدون المزيد؟ أعتقد أن ما رأيناه من أبل من خلال إعلانها البارحة هو أنها المرة الأولى التي تطرح الهواتف ذات شاشات العريضة فوق 4.7 إنش أو بوصة، وهذا الأمر يجعلها في منافسة مع ال جي وسامسونج وغير ذلك من الشركات. لكن أيضا الملفت هذه المرة في إعلان أبل هو ساعة أبل المتوقع أن تطرح العام المقبل. طبعا من المبكر الحديث عن الساعات، والناس يجربون في هذا المجال ويبحثون عن أنواع جديدة من المعدات بعيدا عن الهواتف الذكية الموجودة أصلا في الأسواق. يعني كما ترى، يعني دائما نحن نتحدث مع عن المنافسة، وأي شيء تقوم به هذه الشركات هي لتنافس غيرها لتأخذ منها حصتها. هل برأيك أننا نحن في نطاق التكنولوجيا إلى حد ما سيكون هناك تراجع في مستويات ربما الحصص أو توزيع الحصص لكل الشركات العملاقة باعتبار أن هناك تقارب ربما بالتطبيقات أو حتى بالأجهزة التي تقدمها؟ ما نتوقعه من أبل بعد هذا الإعلان بأن تصبح ثاني أكبر صانع للهواتف الخلوية بحيث تتغلب على مايكروسوفت وهي التي كانت تصنع هواتف نوكيا قبل ذلك، وبالتالي أبل أصبحت في المرتبة الثانية بعد سامسونج بعد الإعلان عن آيفون 6 وآيفون 6 بلس البارحة. نعم، وبرأيك فيما يتعلق بسامسونج، هل سيكون لها ردود فعل؟ يعني هل من المتوقع أيضا أو تتوقع الأسواق أن يكون لسامسونج بعد أن ينطلق آيفون 6 أن يكون لها أيضا تطبيق جديد على هواتفها؟ سامسونج لديها أصلا مجموعة واسعة من الأجهزة، وخلافا لأبل التي ركزت بصورة أساسية على عدد صغير من الأجهزة وأحجام الشاشات. كان لدينا 4 بوصات فقط، الآن تتحدث عن 4.7 و5.5. وسامسونج اخترقت كل الأسواق وكل الأنواع ونافست على كل المستهلكين، بينما أبل تركز فقط على الشريحة الأهم في السوق، وبالتالي أبل تزيد حجم المنافسة حاليا من خلال دخولها في الشاشات العريضة، لكن سامسونج تنافس في جميع أنواع وأنماط الهواتف الذكية. نعم، حتى لنتحدث أيضا عن الصين والسوق الآسيوية بشكل عام، وخصوصا بعد المحظورات، يعني بعد أن قامت الحكومة الصينية ربما بحجب بعض الأجهزة من أو منتجات من شركة أبل، هل برأيك أن أبل آسيويا قد لا تكون بنفس الحظوظ ربما كما هو الحال متاح بالنسبة لسامسونج أو غيرها من الشركات؟ رأينا هذا العام بالنسبة لأبل تحديدا أن هناك نموا قويا في الصين من حيث بيع الأجهزة، فهي أطلقت اتفاقا مع تشاينا موبايل وكذلك مع محتويات متجر أبل. طبعا بشكل عام السوق الآسيوية هي السوق الأهم للتطبيقات والمحتويات الإلكترونية ليس فقط لأبل ولجميع الأجهزة العاملة في هذا المجال. نعم، وبرأيك بالنسبة للشركات التي انحسر تأثيرها، هل من الممكن بعد يعني وجود هذه العمالقة شركات عملاقة كأبل وسامسونج وغيرها، لكن كانت هناك شركات كانت تسيطر على السوق وانحسر تأثيرها، هل من الممكن أن يعاد إحياء مثل هذه الشركات أم انتهى هذا العصر والعصر حاليا هو لأبل وسامسونج؟
أبل وسامسونج هما الشركتان الرائدتان في الأسواق، كما أننا نرى أيضا منافسة قوية في الفئات الأخرى. هناك الكثير من صانعي الهواتف الذكية الأصغر حجما الذين يتنافسون على بعض المناطق، مثل شركة في الصين، وهناك شركات في الهند وفي بعض الدول الآسيوية الأخرى تتنافس على الأسواق المحلية. أحيانا المنافسة قد تكون في بلد معين، وأحيانا قد يكون هناك منافسة على النطاق العالمي، لكن المنافسة لا زالت قائمة. أشكرك جاك كنت، وأنت نائب مدير شؤون التكنولوجيا في IHS.